تامر حسني 90 دقيقة في جدة ممنوع الرقص والاختلاط. موضوع طبعا خد مساحة كبيرة في السوشيال ميديا ان تم حفلة تامر حسني في السعودية وان ساعة بيع التذاكر كان فيه هجوم عنيف والتذاكر خلصت بسرعة غير طبيعية. حصل يعني دعابات بريئة على فكرة ممنوع الرقص، طب الناس هتروح تامر حسني تعمل ايه يعني؟ ده برضو كان سؤال شيء طبيعي. وبدأ بقى الإفيهات تمايلي يا أختي بهدوء وكلام من ده، ولكن كل الحب والتقدير للإخوة السعوديين. أنا بصص لها من ناحية تانية خالص، أن قوة مصر الناعمة تعود بقوة. وعلى فكرة يمكن أهالينا كانوا يحكوا لنا أو إحنا يمكن وإحنا صغيرين فكرة أم كلثوم وعبد الحليم دول لما كانوا بيروحوا تونس والمغرب والجزائر والدول دي أو حتى سوريا أو الكلام ده كله، الناس دي عملت يعني وطدت العلاقة بين الشعوب العربية بشكل رهيب. الشعب التونسي بالذات مثلا لما بقابل، على فكرة انتوا معتقدين ان التوانسة في الكورة بيتنقروا معانا وبنضرب بعض وبتاع، ده في الكورة بس، ولكن الشعب التونسي يعشق المصريين. حافظ اغاني ام كلثوم وعبد الحليم وافيهات عادل امام وايهاب توفيق وعمرو دياب اكتر مننا بكتير. فاتمنى ان يكون الاغاني دي والحفلات عودة للقوة الناعمة لمصر وتوطد العلاقة اكتر وتقربنا من بعض اكتر واكتر. بذكر القوة الناعمة 41